الطبقة الحاكمة الحالية حولت الوظيفة العامة بالدولة أداة للمساعدة الاجتماعية ولشراء الزمم للسيطرة على العالم من خلال توظيفهم على حواجز وتوظيفهم بمحلات هن غير منتجين فيها. لازم نقول في سياسة اجتماعية بضمن أكلاف محددة ومعروفة تضمن حقوق لكل الناس، بس نفس الوقت في سياسة توظيفية إلى علاقة بوظائف واضحة وإلى علاقة بخطة طويلة الأمد تكسر هيدا الترابط اللي عم بيصير وبتخلي ساعتها الطبقة الحاكمة ما بقى يكون عندها سيطرة على الناس عم بتوظفون، لأنه هن عم بيوظفون بس لأنه العالم محتاج تفوت على هالوظيفة. بالكلام عن الموازنة، الموازنة موضوع أساسي، إنما إذا موازنة مركبة خطأ وإذا كل إيراداتها ضريبية إضافية بتكون مشكلة على البلد. أنا بيجي بقول اليوم بين موازنة سيئة ولا موازنة، أنا بفضل لا موازنة. هلأ نحن بدنا نجي نفوت هون بموضوع الموازنة، وبالتالي بدنا نكون كتير حذرين. والمعادلة اللي أرساها الشيخ سامي، إذا ما في شركات ما في فرص عمل، وإذا في ضرائب ما في شركات. الموازنة عم تجي اليوم تحكي عن أكثر من 20 ضريبة وكلها تضرب الاستهلاك. وهون لما عم نحكي عن الإنفاق لمشاريع بنى تحتية، هو إنفاق استثماري، يعني منه إنفاق هدر البنى التحتية الأرضية اللي عليها منبني الاقتصاد، من الاتصالات للكهرباء للمواصلات. لأنه اليوم المواطن هو شريك للشركات والقطاع الخاص ولا الدولي. إذا المواطن اليوم مرتاح وما صار عنده إمكانيات ما رح يستهلك ويخلق نمو. وهو بكل بساطة أنه هالقصص التنموية، يعني البي بي بي تشركة بتأمن تمويل البنى التحتية، وهي بتخلق لنا استثمارات، واستثمارات بتخلق فرص عمل ونمو. المنطق الاقتصادي مش الشعبوي. أول شيء نسبة الضرائب بلبنان لإيرادات الضريبية وغير الضريبية هي جيدة، وهي سيميلر ومشابهة للدول المشابهة لاقتصادات لبنان. 40-50% من المؤسسات في عندها تهرب ضريبي. هذا المشكل، مش المشكل نزيد ضرائب وأي واحدة بدنا نزيدها. جميعا عندنا فضيحة متفقة ما حدا عم بيحكي فيها من كم سنة، 250 مليون دولار شركات وهمية قبضت اتفاقة من الدولة، وعم بيصير فوق المليار، بين المليار والمليارين دولار تهريب من الجمارك. ضد زيادة 5-7% على الضريبة على الفوائد. يا عالم ما عندنا نظام تقاعد، نحن عندنا هدر بالتقاعد بس اللي بالقطاع الخاص وبالهو. كيف بدهم يعيشوا؟ هاو عايشين من مدخراتهم، ما فينا نزيد من 5-7 وما فينا نزيد على اتفاقة.